السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده بناء على رغبه ناس كتير بعتت لنا على القناه وعلى الفيسبوك ان احنا نعمل فيديو عن الغسالات، رغم ان كتير من الناس على اليوتيوب اتكلمت في موضوع الغسالات، ورغم ان هو بعيد نسبيا شويه عن موضوعات القناه، انما بناء على رغبه الكتير من اصدقاء القناه ان احنا نعمل فيديو عن ازاي اشتري الغسالة المناسبة وازاي اراعي بعض الحاجات قبل موضوع الشراء، خصوصا دلوقتي ان الحاجة ما بقتش رخيصة وبقت الاسعار شوية مرتفعة، فما ينفعش الواحد يجيب حاجة ويرجع يندم ان هو المفروض كان يجيب احسن او افضل او اكبر او ما الى ذلك. قبل ما نبدأ، دي قناتنا، قناتكم اكل وشرب، ادعوكم الاشتراك من زر السبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس عشان يصلكم كل ما نقدمه ان شاء الله رب العالمين. كمان دي صفحتنا على الفيسبوك اكل وشرب بنفس الشعار بتاعها. برضو اللي عايز يبعت استفسار على الصفحة ممكن، اللي عايز يبعت كومنت على اليوتيوب ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ كلامنا عن موضوع الغسالة. جهاز الغسالة سواء الغسالة العادية خالص او اللي بنسميها الهاف اوتوماتيك او الاوتوماتيك بنوعيها الامامية والعلوية، مفيش غنى عنه في اي بيت، وبقى دلوقتي جزء لا يتجزأ من نسيج حياتنا، وانا بعتبر ان الغسالة تعتبر احد افراد الاسرة. بنتكلم النهاردة عن مبدئيا كده، ممكن نعمل حلقة ديت جزء اول لان مش هنقدر نتكلم عن موضوع الغسالات في حلقة واحدة. هنتكلم ازاي اشتري غسالة، اشتري الغسالة المناسبة لاحتياجاتي ازاي، وايه الحاجات اللي راعيها قبل ما اشتري الغسالة. مبدئيا الانواع الموجودة في السوق دلوقتي، طبعا احنا مش هنتكلم عن الغسالة العادية خالص اللي هي الحلة العادية والغسالة العادية لانها طبعا معروفة ضمنا عند الناس كلها. احنا نبدأ كلامنا عن الغسالات الهاف اوتوماتيك او النصف اوتوماتيك والغسالات الاوتوماتيك بنوعيها الامامية والنوع اللي هو العلوي اللي الناس بتسميه الفوق اوتوماتيك. هتكلم على موضوع الغسالات ده بشكل تقني او علمي شوية، يمكن تناوله مختلف عن كتير من الناس اللي اتكلمت على الموضوع الغسالات في اليوتيوب، وفي ناس عاملة صراحة فيديوهات هايلة، ولكن احنا هنتكلم النهاردة من منظور مختلف شوية. مبدئيا كده، ايه الفرق بين الهاف اوتوماتيك والاوتوماتيك؟ مبدئيا عشان نقسم الكلام وما ندهش من بعض، الهاف من اسمها هاف اوتوماتيك والتانية فول اوتوماتيك، يعني دي نصف اوتوماتيك ودي اوتوماتيك كامل. الفرق بينهم موضوع ان دي بتعصر وديت ليها حلة منفصلة للعصر، فاي غسالة بنلاقيها بحوضين، حوض للعصر وحوض للغسيل، يبقى دي بفئة النصف اوتوماتيك او الغسالة الهاف اوتوماتيك. ايه مشاكل الهاف اوتوماتيك؟ مبدئيا الهاف اوتوماتيك بتحتاج تدخل في برنامج الغسيل كل فترة، وده بيخلي موضوع الغسيل اكثر اجهادا للناس اللي بتغسل، يعني اللي بيغسل هيتطلب ان هو يشيل الغسيل من هنا ويحطه هنا ويتابع مع عملية الغسيل كل شوية، ودي بتزود تدخل العنصر البشري فيها، وده بيزود طبعا التعب. من مزاياها ان هي طبعا بتستخدم مسحوق عادي، وفي فرق بين المسحوق العادي والمسحوق الاوتوماتيك زي ما هنعرف بعد شوية، وطبعا ده ارخص كتير من المسحوق الاوتوماتيك. كمان ممكن زي ما قلنا تحكمي في دورة الغسيل بيخليني ممكن اعيد وازيد في الغسيل لو حسيت انه ما نضفش كفاية، وبالتالي ده بيحسن لي من جودة الغسيل. يبقى ده موضوع طبعا الهاف اوتوماتيك، وطبعا في ميزة مهمة جدا بالنسبة للهاف اوتوماتيك ان هي سعرها ارخص كتير من الفوق اوتوماتيك او الاوتوماتيك العلوي او الفول اوتوماتيك الامامي اللي هي الغسالة العادية بشكلها المعتاد. هنيجي بقى للموضوعين الكبار اللي هم اكتر حاجة الناس بتستخدمها دلوقتي، اشتري الفوق اوتوماتيك او الغسالة الاوتوماتيك العلوية ولا الغسالة الاوتوماتيك الامامية. اول حاجة، في معايير مهمة جدا لازم اعرف الفروق بينهم عشان اقدر احدد انا هشتري ايه. مبدئيا سواء هشتري دي او هشتري دي، لازم اعرف الساعة بتاعت الغسالة اللي انا هشتري، مع اخذ في الاعتبار امتداد الاسرة. يعني انا ما ينفعش اسرة تكون جديدة، ناس بتتجوز واشتري الغسالة على ان انا فردين وخلاص، فلازم اعمل حساب ان الغسالة المفروض ان هي من السلع المعمرة انها تعيش معايا فترة طويلة، وبالتالي لازم اعمل حساب ان الاسرة تكون هتمتد ان شاء الله، وبالتالي اجيب سعة لترية للحلة تكون مناسبة لافراد عدد افراد الاسرة. طيب بحسب الموضوع ده ازاي عشان ما توهش برضو؟ كل الحلة بتبقى بالسعة بتاعت الكيلو واحد، من اول مثلا 5 كيلو لغاية 14 كيلو. طب الكيلو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطعتين هدوم زي البنطلون، اتنين بنطلون وقميص وممكن غيار داخلي، وممكن لو عليه شراب او شرابين هو ده الكيلو كده، شكرا على كده. فانا بحسب على هذا الاساس، بحسب على هذا الاساس، ده كيلو الملابس. على حسب بقى العدد
بحسب انا محتاج قد ايه. يفضل طبعا لو انا عدد افراد الاسره ناوي ان هو او هحط في حسابي ان هو هيمتد ان شاء الله طبعا يمتد، يبقى بالتالي ايه، يبقى ازود في سعه الحله. عشان ايه؟ عشان برضو حاجه مهمه تانية، السعه بتاعت الحله كل ما تزيد كل ما عدد مرات الغسيل تقل، كل ما استهلاك الكهرباء يقل، وبالتالي كل ما يكون الغساله ساعتها صغيره هضطر اغسل اكتر لان هي ما بتاخدش غسيل كتير، فهضطر اخسر اكتر، والغسيل الكتير ده بيعمل مشاكل انها بقت تسحب، لان الغسالات بنوعيها الفوق اوتوماتيك والاوتوماتيك العاديه، خصوصا الاوتوماتيك العاديه استهلاكها للكهرباء عالي، فلازم اعمل حساب على كده، لان برضه فاتوره الكهرباء ما بقتش قليله اليومين دول، فلازم احط في اعتباري معيار استهلاك الكهرباء. ده مبدئيا بالنسبه لسعه الحل. ايه مميزات الغساله الاوتوماتيك العلويه او اللي بنسميها الفوق اوتوماتيك؟ اول حاجه استخدامها للمسحوق العادي. ايه بقى حكايه المسحوق العادي والمسحوق الاوتوماتيك؟ المسحوق العادي مسحوق عادي بيتحط فيه العناصر المنظفه بدون مانع رغوه. مانع الرغوه بيوضع في المسحوق الاوتوماتيك عشان يمنع الرغوه او يمنع تكوين الرغوه في المسحوق مع الميه، وبالتالي يقلل الزمن بتاع شطف الغسيل. مشكله الغسالة الاوتوماتيك لو اتحط لها مسحوق عادي او مسحوق برغوه بيبوظ الغساله. ليه؟ لان وجود الرغوه بيخلي الغساله تعيد وتزيد في موضوع الشطف، لانها كل ما بتحس ان في رغوه تشطف تاني وتدور تاني، وبالتالي بيعمل اجهاد لرمان البالي والاكس والموتور وما الى ذلك، فتخرب او تعطل بسرعه. عشان كده لازم نراعي ان احنا بنستخدم مسحوق كويس جدا اوتوماتيك للغسالات الاوتوماتيك. في الغسالات الفوق اوتوماتيك المسحوق بيبقى عادي مش محتاج مانع رغوه، لان هي الغساله مصممه ان هي تستوعب الرغوه اللي بتتكون من خلال المسحوق. طيب ده اول ميزه ان هي بتستخدم مسحوق عادي، وطبعا ده ارخص كتير من المسحوق الاوتوماتيك. تاني حاجه ان هي ارخص طبعا في السعر الاجمالي، سعرها بيفرق عن الغساله الثانيه كتير، ممكن يعدي ال 1000 جنيه 1200 جنيه 1500 جنيه حسب نوع كل ماركه، فده بيفرق طبعا مع شراء الاجهزه الكهربائيه، خصوصا المقبلين على الجواز بيبقوا محتاجين ان هم يوفروا قدر الامكان عشان احتياجات الجواز بتبقى يعني كان الله في العون. طيب عيوبها ايه بقى الفوق اوتوماتيك؟ العيوب الفوق اوتوماتيك مهم جدا ان انا اعرف ان هي لازم اخصص لها مكان كبير شويه. ليه؟ لان الجزء الفوقاني ما بستغلوش لان بحطه فوق الغسيل، فلازم استوعب لها مكان يكون مناسب في المطبخ، فالناس اللي عندها مكان مناسب ليها يبقى كويس. تاني حاجه ان انا لازم اعمل حساب ان معظم الغسالات الفوق اوتوماتيك ما بيبقاش فيها هيتر داخلي، ما بيبقاش فيها سخان داخلي، وده بيخليني لازم اعمل لها وصله سخن ووصله بارد، وهي اصلا الغسالات معظمها دلوقتي الفوق اوتوماتيك بيبقى داخل لها خرطومين تغذيه، خرطوم ساخن وخرطوم بارد، فلازم اعمل لها وصلتين تغذيه للميه، وصله ساخن ووصله بارد. مشكله الغسالات الفوق اوتوماتيك ان هي عنيفه على الهدوم حبتين، فلازم اختار ماركه تكون فيها انظمه، النظام دوت يكون عدد الار بي ام او عدد لفات المحرك في الدقيقه تكون قليله عشان ما تعمليش تفتيل او تنزع وبر الهدوم او تقطع الهدوم الرقيقه، فلازم اشتري غساله تكون من ماركه زي ما هنتكلم على الماركات بعد شويه، تكون من ماركه فيها مزود بيها نظام او سيستم للغسيل الرؤية اللي ما بيستحملش عدد لفات كتير، فهي بتبرمج نفسها مع النظام دوت ان هي بتعد عدد لفات قليل، وبالتالي بتبقى حنينة اكتر على الهدوم. بس بصفة عامة الغسالة الاوتوماتيك الامامية بتبقى اكثر حنية على الهدوم من الغسالة العلوية، ودي برضو لازم ناخد بالنا في لو احنا عندنا معظم الدولاب بتاعنا هدوم ما بتستحملش قوي، يبقى الغسالة الفوق اوتوماتيك مش مفضل ان انا اجيبها، او اجيبها مع اخذ احتياطات زياده ان انا استخدم عدد لفات قليل. لو انا ناوي اشتري غساله واغسل فيها بطاطين او اللحاف الفايبر الجديد دوت اللي هو ممكن يتغسل، اللي هو مش اللحاف التنجيد، اللحاف الفايبر الجديد اللي ممكن اغسله في الغساله واغسل فيها بطاطين، يبقى لازم تكون سعه الغساله 14 كيلو على الاقل عشان تستحمل الغسيل بتاع البطانيه. دي نقطة. نقطة تانية، لو أنا هجيب الأمامية وناوي أغسل فيها بطاطين، يبقى لازم أراعي إن الماركة اللي أنا بجيبها يكون الباب بتاعها باب كبير، لأن في غسالات بتبقى السعة اللترية برضو كبيرة أو السعة بتاعت الحلة كبيرة ولكن بابها ضيق، فلازم أراعي إن في غسالة في موديلات دلوقتي حاطط في حسبانها في التصميم بتاعها أو الديزاين بتاعها إن أنا أغسل حاجات كبيرة،
فبيحطوا لي باب كبير في الباب الامامي، يعني بيبقى كبير عشان يستوعب غسيل البطانيه او لحاف الفايبر. طيب ايه مميزات الاوتوماتيك بقى اللي هي الاماميه العاديه اللي الناس متعوده على شكلها؟ طبعا مميزاتها ان هي اريح كتير، بتظبط البرنامج وهي بتغسل مع نفسها، وطبعا كل ما الدنيا بتتطور بيضيفوا برامج جديده، وتدخلك او تدخل العنصر البشري في موضوع او برنامج الغسيل بيبقى تقريبا صفر، يعني ما فيش تدخل خالص في برنامج الغسيل بالنسبه للعنصر البشري، فطبعا اريح. دي نقطه. نقطه تانية ان انا ممكن استغل المساحه اللي فوقها لو انا حاططها في اي مكان، لو انا حاططها في الحمام، طبعا لو انا عملت النظام ان الغساله تكون في الحمام سواء باي نوع من اي نوع، هاف اوتوماتيك فول اوتوماتيك اماميه او علويه، لازم احط في حسابي ان انا اعمل لها قاعده عشان ترفعها عن السيراميك عشان ما يجي لهاش صدأ الصاج او ما يسمى بالبرومه من تحت، وده برضو بيقلل من عمر الغساله كتير، فلازم اعمل لها قاعده، وغالبا بتبقى قاعده الالوميتال يعني، عشان ارفع منسوب الغساله عن الارض عشان ما تطلش ميه كتير لو انا هحطها في الحمام. لو انا هحط الغساله زي ما بيقولوا كده تركيب جوه بداخل تركيب المطبخ، فما فيش مشكله بقى ان انا احطها على الرجول بتاعتها العاديه، ما فيش مشكله لان المطبخ الميه فيه على الارض هتبقى مش زي طبعا الحمام. من طبعا مميزات الغساله الاوتوماتيك الاماميه اللي هي بالباب الامامي ان انا ممكن احطها في المطبخ اللي بيسموها الدفن او جوه تركيب المطبخ، ما فيهاش مشكله لان الباب بتاعها من الامام، فالجزء العلوي مش هيبقى ممكن تبقى فوق رخامه او فوق رخامه المطبخ، ما فيش عندي اي مشكله، ودي ميزه مهمه جدا للناس اللي عايزه تستغل اكبر مساحه من مساحات المطبخ، او المساحه عندها مش مناسبه ان هي تجيب الغساله الفوق اوتوماتيك. عيوب بقى الغساله الاوتوماتيك، طبعا غلاء سعرها في الفتره اللي فاتت، السعر غالي جامد، بتحتاج مسحوق اوتوماتيك، والمسحوق الاوتوماتيك دوت بيبقى مزود بمانع الرغوه، ومانع الرغوه ده بيزود ثمنه، كل لما يكون المسحوق من شركه محترمه كل لما يكون مانع الرغوه ده بكفاءته عاليه، وبالتالي بيبقى سعره اغلى، وبالتالي انا بدفع كتير، فتكاليف الرننج كوست او تكاليف التشغيل بتاعه الغساله الاوتوماتيك اكبر بكتير من تكاليف الغساله الاوتوماتيك اللي هي اللي من اعلى اللي بتعبأ من الاعلى اللي هي الفوق اوتوماتيك، بالاضافه لسعرها المبدئي بيبقى غالي. في حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتري الغساله الاوتوماتيك الاماميه، موضوع تغيير رمان البلي. رمان البلي هو جزء مهم جدا من اجزاء الغساله، وللاسف هو اكتر حاجه او اسرع حاجه بتبوظ عشان برامج العصر اللي موجوده جوه الغساله، خصوصا لو انا بستخدم مساحيق كفائتها مش عاليه، فالرمان البلي ده بيبدا يطلع صوت ويعمل نوع من انواع الاحتكاك كده، بتلاقي الغساله طلعت صوت غريب كده ونزلت بودر صدى تحت الغساله، ده يبقى احد المظاهر اللي انا بقول فيها بنسبه 90% ان رمان البلي محتاج تغيير. طبعا لو استمرنا عليه الصوت دوت لو استمر وانا ما صلحتوش هيبوظ الاكس ويبوظ الحله ويقطع السير وهيعمل مشاكل تانية، فلازم نغيره. مشكله الغسالات الحديثه خصوصا ماركه زانوسي ان الاكس بتاع الغساله ورمان البلي موجودين داخل الحله، فعشان افك رمان البلي واغيره بيبقى عندي مشكله ان انا لازم افك الحله الداخليه والحله الخارجيه وافك الحله كلها، يعني تقريبا بفك الغساله كلها عشان اغير رمان البلي، وده بيخلي تكاليف الصيانه سواء التوكيل او سواء اي حد بتاع الصيانه لما هيلاقي ان رمان البلي اللي بيسموه رمان البلي الدفن اللي جوه الحله ده هيطلب مبلغ كبير، لان هو هيفك الغساله بالحله بالمساعدين، تقريبا هيفك الغساله كلها بالكامل عشان يغير رمان بلي تقريبا حجمه قد نص حجم كف الايد، حاجه صغيره جدا، في حين ان في ماركات تانيه طرازات تانيه من الغساله سواء زانوسي او غيرها بيبقى مزود بالاكس من بره الغساله خالص، بيفكه من بره من غير ما يفك الغساله اطلاقا، ويفك الرمان البلي وغيره تركيبه وفكه مش بيستغرق اكتر من ربع ساعه، في حين ان النوع التاني اللي احنا قلنا عليه ممكن ياخد يوم بحاله عشان يفك الغساله كلها، او ممكن يطلب انها تروح الصيانه وترجع تاني، فلازم نراعي الحته دي واحنا بنشتري الغساله، هل رمان البلي بيتغير من ورا من ظهر الغساله ولا من جوه، ودي بنعرفها بوجود مكان الاكس بتاع الغساله طالع من بره من ظهر الغساله، واللي بيتركب من جوه مبقاش طالع من وراها حاجه، فسهل جدا ان احنا نكتشف العيب دوت واحنا بنشتري الغساله. حاجه اخيره لازم ناكد عليها هي الار بي ام او عدد لفات الحله او عدد لفات المحرك بتاع الغساله
كل دقيقة، عدد اللفات كل ما بيزيد كل ما كانت كفاءة التجفيف بتاعة الغسالة، أو إن هي تشطف وتجفف الهدوم تخلص النسيج من بقايا المية بيكون أكفأ. بس لازم نعرف إن هو كل ما زود عدد اللفات بتاع المحرك كل ما كان الموضوع دوت أعنف على الغسيل، وده بيخلي الغسيل عمره الافتراضي بتاعه يقل، أو الهدوم بتوبر بسرعة وتفقد رونقها بسرعة كل ما أنا استخدمت برنامج عدد لفاته كبير. المناسب إن أنا بستخدم عدد لفات ما بتدش عن 1400 لفة في الدقيقة. لو أنا عليت عن كده وصلت ل 1600 أو 1800 لفة في الدقيقة، فأنا كده لازم أستخدمه مع هدوم بتستحمل الموضوع دوت، هدوم تقيلة تستحمل القصة دي عشان ما توبرش وما تفتلش وممكن تتقطع كمان لو أنا استخدمت عدد لفات أو RPM عالي. بكده يبقى احنا حاولنا نعمل تلخيص لأهم الحاجات اللي أنا ممكن أراعيها في الموضوع الغسالات. زي ما قلنا موضوع الغسالة هو كبير شوية، والماركات لما هنيجي ليها هتبقى متداخلة وكبيرة، وأنا مش عايز أطول عليكم في الفيديو. فإن شاء الله ممكن نعمل حلقات تانية عن كل ماركة أو مجموعة ماركات عيوبها ومميزاتها. ولكن لازم أنوه عن حاجة قبل ما أختم الفيديو، الناس اللي بتسأل عن موضوع زانوسي زي ما عملنا عن البوتاجاز، شركة زانوسي يا جماعة شركة انتقلت ملكيتها لأكتر من جهة، وده خلى إن الجودة بتاعتها بتبقى متبلغة. لأن زانوسي أول ما طلعت، عشان كده لو دخلت أي منتدى بيتكلم عن الغسالات أو البوتاجازات بالذات في ماركة زانوسي هتلاقي فيه ناس بتقول إنها كويسة جدا وناس بتذم فيها جدا. ليه؟ لأن زانوسي أول ما طلعت تبع شركة العبد، وده كان توكيل العبد، ثم انتقلت ملكيتها لشركة أولمبيك فبقت إيديال زانوسي. عشان كده في ساعات بنلاقي غسالات أو بوتاجازات زانوسي بس، وحاجات بتلاقيها إيديال زانوسي. اللي خلاها إيديال زانوسي دي الفترة اللي هي كانت تحت الأمبريلا أو مظلة شركة أولمبيك اللي هي بتطلع منتجات إيديال دلوقتي. يبقى في فترة إيديال زانوسي، وثم اتباعت لشركة تانية اسمها إلكترولوكس، دي بقت رجعت زانوسي لوحدها تاني. فهي غسالة زانوسي أو بوتاجاز زانوسي أو الماركة بتاعت زانوسي بصفة عامة انتقلت ملكيتها من شركة لشركة، وبالتالي الجودة بتاعتها زي ما هنعرف في الفيديوهات الجاية تبينت شوية. ماركة أريستون يا جماعة في منها برضو نوعين عشان برضو نبقى واخدين بالنا. الأريستون أصلا إيطالي، في أنواع منها إيطالي بتبقى غالية شوية، بتبقى الغسالة كلها معمولة في إيطاليا والبوتاجاز كله معمول في إيطاليا، وفي الغسالات بالذات في تجميع بولندي. تجميع بولندي يبقى المكونات إيطالية ومتجمعة في بولندا، واللي معروف لو نزلنا شارع عبد العزيز كده الناس هتقول لك ايه ده أريستون بس تجميع اتحاد اوروبي، مش هيقول لك بولندا، هيقول لك ده تجميع اتحاد اوروبي. الغساله مش وحشه اللي هي تجميع الاتحاد الاوروبي، بس عيبها ان صوتها عالي شويه، صوت الموتور عالي والصاج بتاعها تقفيل من بره مش زي الايطالي طبعا. فلازم نراعي برضو ايه الماركتين دول، ناخد بالنا منهم زي ما هنتكلم في الفيديوهات اللي بعد كده ان شاء الله عن كل ماركات او كل مجموعه ماركات زي ما قلنا بالتفصيل. يا رب اكون قدرت افيدكم بمعلومه، ويا رب اكون ما توهتكوش في الحاجات اللي ممكن تراعوها قبل ما تشتروا الغساله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو حسيت ان الفيديو ممكن يفيد حد غيرك يا ريت تشارك الفيديو، اعمل لايك للفيديو وما تنساش اشتراك القناه، والى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.